حبايب قلبي، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حلقات المستوى الثالث. المستوى الثالث هو عبارة عن محادثات بأشهر الأسئلة والإجابات اللي بنستعملها بحياتنا اليومية باللغة الإنجليزية. بمعنى آخر بيختصر عليك تعليم القواعد وإلى آخره، هو الحفظ الملوش لزوم. اليوم الأسئلة تبعتنا باستعمال، الحلقة تبعتنا عن أشهر الأسئلة وإجاباتها باستعمال did. did هي عبارة عن هل بالماضي. رح تشوف الأسئلة اللي بناخدها اليوم نحن بنستعملها في البيت، في الشغل، في المطعم، بالسياحة، بكل مكان. فمطلوب منك إنك تشوف أنا كيف بلفظ، تحاول تركز بالاستماع، تعيد وراي بيكون كتير ممتاز. والكتابة هي الحل، إنك تحفظ بدون ما تنسى. شغلة جدا نقولها بس سريعا، قربنا ننتهي من هذا الكورس وبعدين رح نبدأ بكورس الكتابة اللي إن شاء الله رح يكون ما بين أو حول رمضان، إن شاء الله يرجع علينا بالخير جميعا. كورس الكتابة، كورس المنتظر واللي أنا نفسي متشوق له كأني أنا طالب من كتر ما أنا حابني أبدأ فيه. فبديك تلحق معنا على الدروس زي الأسد، تمارين قصص جدا مهمة أيضا للاستماع. وما تنسى إنك تشترك بقناة التليجرام يا جماعة. في ناس بتقول إشعارات الفيديوهات على اليوتيوب ما بتجيني، فالحل انه انت تشترك بقناه تليجرام. هيها تليجرام، تكتب انجلش وريسبيت بتطلع لك، او تضغط على اللينك الموجود بوصف هذا الفيديو. عشان احنا بعد ما بنرفع اي فيديو على اليوتيوب نبعث اللينك مباشره على قناه التليجرام. ممتازه جدا. يلا نبدا درس اليوم. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم. طيب درس اليوم معيش ضيف، انا راح احكي الاسئله واجاباتهم كل واحده باكسنت مختلفه عشان انت تدرب ودانك كيف السمع بيقدر يمسك ولا ما بيقدر يمسك كلمات. اسئله اليوم عباره عن استعمال did. نبدا مع بعض، راح يظهر لك الكلام تحت هون زي الاسد معايا في الورقه والقلم. السؤال الاول، the first question is did she call you? Did she call you? Yes she did. Not yet. Yes, she did. Or not yet. هو سأل السؤال الأول، did she call you؟ هل اتصلت فيك؟ هل اتصلت هي بك؟ أما بقول نعم هي اتصلت فيها، yes she did. أو yes she called me. أو ممكن أنا أجاوب أقول not yet. شو يعني not yet؟ هذه الكلمة اللي إحنا نستعملها كلها هي لسه. والله لسه ما كلمتنيش، لسه ما كلمتنيش. إيش يعني لسه not yet؟ هاي مصطلح جديد زي الأسد، مفروض إنك تعرفه من أول سؤال أخذناه. لسه not yet. لسه not yet. Question number two is did you fix the radio? Did you fix the radio? Yes, I fixed it yesterday. Yes. I fixed it yesterday. هل صلحت الراديو؟ اي صلحته امبارح. Did you fix the radio? ليش ما حطيناش AD مع fix لما في السؤال؟ لما يكون في عنا did أو do أو does إلى آخره في السؤال، الفعل بيرجع لأصله بدون AD. Did you fix the radio? Yes, I fixed it yesterday. صلحته امبارح. حطنا ED في الجواب لأنه ما فيش عندي did، فلازم نبين الفعل لحاله بالماضي، الماضي البسيط. Question number three. Did you try the Indian food yesterday? Did you try the Indian food yesterday? Oh, not really. I had a sandwich. Oh, not really. I had a sandwich. هل جربت الأكل الهندي امبارح؟ فقلت له Oh, not really. لا صراحة لا. Not really. ليس حقا. ليس حقا بالعربية الفصحى. ولكن I had a sandwich. I had a sandwich. ليش قلت had؟ هي الماضي من have. امبارح. I had. تناولت sandwich. Easy. ركز معي زي الأسد في السؤال التالي وشوف حالك أنت بتعرف تجاوب عليه قبل ما أنا أجاوب ولا لا. السؤال بيقول معايا Did you see my jacket? I forgot where I put it. Did you see my jacket? I forgot where I put it. Oh, maybe in your room. Maybe in your room. Maybe in your room. شو كان السؤال؟ برافو. كان السؤال هل شفت الجاكيتة تبعتي نسيت وين حطيتها؟ نحن بحياتنا اليومية يمكن بدل الجاكيتة نقول المفتاح، مش عارف ايش، العلبة، الخزانة، بنطلوني، جزمتي، جاكيتي الى اخره. Did you see my keys? Did you see my jacket? Did you see my car? etc.
وانا جاوبت قلت له maybe in your room، يمكن بغرفتك او يمكن بالصالون الى اخره. فانت من الاسئله هذه كده تغير كلمه وتخلي السؤال 20 سؤال، وهيك بتزود حصيلتك. Next question: did you really do that? Did you really do that? Did you really do that? Oh, yes I did. Yes, I did. Yes, I did. انت عن جد عملت هيك؟ عن جد انت عملت هيك؟ فانت بعين قوي يقولوا ايه عملت هيك. ايه yes I did. ايه yes I did. عملت هيك. بوم خلص السؤال. السؤال اللي بعده ناخذ معانا did they get back? Did they get back? كيف ممكن اجاوب على هذا السؤال؟ حاول جاوب معي قبل ما اجاوب. Did they get back? Not yet. No they didn't. Not yet أو no they didn't. السؤال كان ليش معنى برافو، كان معنى هل رجعوا، did they get back، هل عادوا، هل عادوا. فأنا قلت إيش؟ not yet لسه. أو إيش ممكن أقول؟ no they didn't. No they didn't يعني إيش؟ مع لم يعودوا بعد. They didn't، ها ما رجعوش. بوم خلص السؤال. السؤال اللي بعده بقوله بدي أكدك تحاول تجاوب عليه قبل ما أنا أقول الإجابة وتكتب بعد ما تخلص. Did you hurt yourself? Did you hurt? Did you hurt yourself? Did you hurt yourself? شو يعني؟ هل جرحت نفسك؟ كيف ممكن أجاوب؟ A little bit. A little bit. شوية. طب كيف بدي أقول لا ما جرحتش حالي؟ No I didn't. No I didn't. طب لو بدي أقول إيه جرحت حالي؟ Yes I did. إذا سهل السؤال. بس بدك إنك تكون مركز معه شوية تفهم السؤال تعرف الجواب. سؤال رقم 8 بيقول Did you eat all the biscuits? Did you eat all the biscuits? أكلت مش هقول ترجمته العربي ها لحظة توقف لأن قلت لي ما تقولش الجواب العربي. إذا جاوبوا معايا Did you eat all the biscuits? No No I didn't. أو ممكن نقول الجملة بالعربي احنا دائما نستعملها Not me مش أنا. إذا هاي مصطلح بنستعمله كل يوم بكل مكان كل وقت. شو هو مش أنا؟ كيف أقول مش أنا؟ Not me. Oh, not me. مسكين أنا غلبان مش أنا عملت هيك. Not me. Not me يعني مش أنا. أو ممكن أقول No I didn't. No ما كنتش البسكوت أنا. ها؟ بوم خلص. استفدت سؤال جملة ممكن تعملها مليون سؤال. سهل الموضوع. نأخذ سؤال قبل الأخير. Did they leave their home? Did they leave their home? شو معنى السؤال؟ Did they leave their home? Did they leave their home? I have no idea. I have no idea. شو معنى السؤال؟ هل غادروا بيتهم؟ هل خرجوا من المنزل؟ يعني نستناهم يطلعوا من البيت. هل طلعوا من المنزل؟ ما انتش بترد شو عرفني؟ مصطلح جديد نستعمله كلنا مثل بالذات البنات والاولاد كمان. شو عرفني؟ شو بيعرفني؟ ما عندي فكره. ما I have no idea. ما عنديش فكره، بعرفش. شو بيعرفني؟ ها مصطلح دائما نستعمله سهل. I have no idea. بعرفش شو دخلني. I have no idea. I have no clue. I don't know. السؤال الأخير معنا زي الأسد حاول الجواب قال معنا أجاوب Did they invite us? Did they invite us? Hey mom, did they invite us? Yes, actually they did. Yes, actually they did. Yes, مش actually غلط actually غلط actually Yes, actually they did. أو ممكن نقول No, they didn't. Boom. عشر أسئلة ممكن أخليهم 200 سؤال بس بمجرد أن أغير كلمة أو فعل أو اسم بنهاية السؤال واستعملها بأي شيء بالمطبخ والمطعم مع أهلي بالدعوة مع الناس وين ما كان ممكن أستعملهم. بل يتعلم إنجليزي اللي بده يستفيد فعلا ويشوف تحسن ويصير زي الناس اللي بتكتب تعليقات أنا استفادت بتجاوب على السؤالين اللي بدي أحطهم الآن بتعليق بالإنجليزي. ما بدي إياك تتعلم أنك تجاوب السؤالين اللي بيظهروا لك الآن تجاوب لي إياهم تحت بتعليق بالإنجليزي عشان تستفيد. قربنا نخلص، بديك زي الأسد بالورقة والقلم. انتظرونا بالحلقة الجاية. دعواتي لكم، ما تنسون دعواتكم واللايك للفيديو مهم. كل محبتي، نلتقيكم جديد يا أسود.
صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم.